بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثامن، تنشيط المبيعات. مفهوم تنشيط المبيعات هي مجهودات بتكمل الجهود البيعية الشخصية وأيضا تكمل الجهود البيعية غير الشخصية، يعني هي أنشطة تتوسط البيع الشخصي والإعلان. الهدف منها هو إثارة الطلب من ناحية، وتحسين أداء الأنشطة التسويقية من ناحية أخرى. غالبا ما يعمل الإعلان والبيع الشخصي مع أداة ترويجية أخرى، لذلك يتكون تنشيط المبيعات من الحوافز قصيرة الأجل التي تعمل على تشجيع شراء المنتج أو زيادة المبيعات من السلعة أو الخدمة. أمثلة لتنشيط المبيعات: توزيع عينات مجانية من السلعة، الهدايا المجانية التي توزع مع السلعة، حوافز مالية أو سلعية، التخفيضات المؤقتة في الأسعار بتاعة المنتج، الكوبونات، حزمة السعر. حزمة السعر عبارة عن إيه؟ بيع عبوتين بسعر عبوة واحدة من نفس المنتج، أو وجود عبوتين مختلفتين بسعر عبوة واحدة، زي مثلا معجون أسنان مع فرشاة سعر المعجون فقط، أو زيادة الكمية المباعة بدون زيادة في السعر، مثل أحصل على 6 كيلو جرام من مسحوق معين بنفس سعر الـ4 كيلو. أسباب زيادة الاعتماد على تنشيط المبيعات: ضغوط الإدارة العليا على رجال التسويق بشأن زيادة المبيعات. الإدارة عايزة إدارة التسويق تجتهد وتزيد من المبيعات، لذلك بتعتبر يعني تنشيط المبيعات وسيلة سريعة لقياس نتيجة المبيعات في الأجل القصير. زيادة حدة المنافسة في الأسواق مما يجعل المنظمات تلجأ إلى وسائل تنشيط المبيعات. قيام المنظمات بتقديم العروض البيعية يجعل العملاء يعتدون عليها، فإذا امتنعت المنظمة بعد ذلك عن تقديم هذه العروض قد يكون هناك أثرا سلبيا على المبيعات. المستهلك تعود على أن الشركة سين أو صاد بتقدم له عروض، ففي حالة امتناع الشركة قد يخشى من وجود أثر سلبي على البيع. احتياج الكثير من الوسطاء زي تجار التجزئة إلى التدريب، خاصة في حالة التحول من المتاجر التقليدية إلى المتاجر الحديثة اللي هي السوبر ماركت أو الخدمة الذاتية. أهداف تنشيط المبيعات: بعض الشركات بتقدم عروض علشان تساعد العميل على تجربة أو اختبار السلعة الجديدة. أيضا من أهداف تنشيط المبيعات تغيير عادات الشراء الحالية. استخدام الكوبونات مثلا بيساعد على تحول العملاء من علامة تجارية إلى علامة أخرى. أيضا من أهداف تنشيط المبيعات جذب عملاء جدد وتشجيع العملاء الحاليين على زيادة الطلب أو الكمية المشتراة. حث تجار التجزئة على بذل قصارى جهدهم في عملية البيع نتيجة قيام المنتج بتزويدهم بنوافذ عرض تحمل اسمه واسم سلعته بالمجان، أو تزويدهم بحقائب بلاستيكية مطبوع عليها اسم المنتج وسلعته، مما يزيد من ولاء هؤلاء التجار لسلعة المنتج. العوامل التي تحكم أو تؤثر في استخدام تنشيط المبيعات: نوع الاستراتيجية الترويجية. فمثلا إذا كانت الاستراتيجية الترويجية المطبقة هي استراتيجية الجذب لتشجيع العميل على تجربة السلعة أو لتحويله من سلعة إلى أخرى، فإن أدوات الترويج التي يمكن أن تستخدم قد تكون كوبونات أو خصم نقدي أو عينات مجانية أو البيع بالأجل. طيب، إذا قررت المنظمة تطبيق استراتيجية الدفع في الترويج، فيكون الهدف من ذلك تحسين أداء تجار التجزئة أو المحافظة على الحصة السوقية للمنظمة. يمكن استخدام أدوات مختلفة للترويج زي تدريب رجال أو تجار التجزئة، أو تزويدهم بنوافذ عرض، أو توزيع هدايا تحمل اسم السلعة والمنظمة زي الأقلام والملابس وغيرها.
إذا نوع الاستراتيجية الترويجية المطبق يؤثر على الأدوات الترويجية التي يتم تطبيقها أو اتباعها. طبيعة السلعة، خصائص السلعة وطبيعتها قد تفرض أدوات ترويجية بعينها ولا تسمح بأخرى. مثلا توزيع عينات مجانية، هل يمكن توزيع عينات مجانية من السيارات أو قطع الغيار أو المجوهرات؟ استحالة. لكن في السلع الاستهلاكية اللي هي زي أصناف البقالة تسمح بذلك، ممكن توزيع عينات مجانية. السلع الخاصة بهيضة الثمن لا يمكن استخدام أسلوب العينات فيها، كذلك الحال في سلع التسوق، الموبيليا، السجاد، الغسالات، الثلاجات، فمن الأفضل استخدام أسلوب الخصم أو التخفيضات مقارنة بأسلوب العينة. تكلفة الأداة، إذا كان سوق المنظمة يتميز بكبر الحجم فإن توزيع العينات فيه يكون أكثر تكلفة للمنظمة ولا تستطيع أن تتحمله المنظمة. الظروف الاقتصادية السائدة، في فترات الكساد تنجح بعض الأساليب الترويجية زي تخفيضات الأسعار أو منح كوبونات أو البيع بالتقسيط أو الخصم النقدي أو العروض المحزومة، وهي عبارة عن تقديم أو صنع أو وضع عينة من سلعة جديدة مع نفس عبوة السلعة المباعة القديمة بشرط عدم وجود منافسة بينهما، أو بيع 3 عبوات في غلاف واحد بسعر عبوتين أو أزيد قليلا. النشر، مفهوم النشر، يعتبر النشر جزء من العلاقات العامة، نشاط العلاقات العامة، وهو الحقيقة أحد عناصر المزيج الترويجي، ويعرف بأنه اتصال في شكل قصة إخبارية عن المنظمة أو منتجاتها أو الاثنين معا، ويتم نقلها من خلال وسائل الإعلام دون أن تتحمل المنظمة أي نفقات، يعني النشر بيتم بدون مقابل، خصائصه بقى غير مدفوع الأجر، وهذا ما يميزه عن الإعلان، ويسمح بنشر بيانات ومعلومات تفصيلية وكثيرة عن المنظمة ومنتجاتها عكس الإعلان الذي يكون مدفوع الأجر ولا يسمح بنشر تفاصيل. يعني تبص تلاقي حضرتك ممكن يتعمل مقال في جريدة عن نشاط المؤسسة، أو في برنامج حواري يتحدثون عن نشاط مؤسسة بعينها. يعني المصداقية من خصائص أيضا النشر، قد يحظى النشر بمصداقية أكبر من الإعلان بين الجماهير. ليه؟ لأنه يحكى في صورة قصة إخبارية تتسم بالموضوعية، عدم إمكانية تكرار نفس الرسالة الإعلانية، وذلك عكس الإعلان من خصائص النشر إنه ما يقدرش أكرر. المرونة في الوقت أو المساحة المخصصة، حيث يمكن أن يأخذ النشر مساحة كبيرة في جريدة معينة أو مجلة معينة للحديث عن المنظمة ومنتجاتها ودورها في المجتمع، لكن الإعلان لا توجد فيه هذه المرونة، سواء بالنسبة للوقت في التلفزيون أو المساحة في الجرائد أو المجلات، لأن التكلفة هنا بتكون عامل هام ومؤثر. انخفاض درجة تحكم المنظمة في النشر، نظرا لأن المنظمة لا تدفع مقابلا عن المعلومات التي تنشر عنها بالنسبة للنشر، فلا يستطيع هنا صاحب المنظمة أن يتحكم في الرسالة التي تقال في النشر. ليه؟ لأنه غير مدفوع الأجر، مش تقدر لا تحدد الوقت بالنسبة للوسائل المرئية أو المسموعة أو تحدد المساحة في الوسائل المقروءة، وهذا عكس الإعلان الذي يتميز بدرجة عالية من السيطرة أو التحكم من قبل المنظمة. استخدامات النشر، توعية الجماهير أو العملاء بمنتجات المنظمة أو بالأنشطة التي تقدمها، مساعدة المنظمة في الحفاظ على مستوى معين من المظهر الإيجابي أو الصورة الإيجابية أمام الجماهير، تأكيد أو تعزيز صورة معينة لدى الجماهير زي الإبداع أو الجودة، التغلب أو القضاء على الشائعات التي تطلق على المنظمة. إشكال النشر، ممكن يكون في صورة بيان صحفي، يعني عبارة عن صفحة واحدة من نص مكتوب يتضمن عدد معين من الكلمات، البيان بيتضمن اسم المنظمة أو الوكالة، عنوانها، رقم هاتفها أو تليفونها، الشخص الذي يتم التواصل معه. غالبا ما تستخدم شركات تسويق السيارات البيانات الصحفية لتقديم منتجات جديدة. في المقالة المطولة،
يتم تجهيزها لصحيفة معينة أو مجلة معينة، وقد يكون النشر على شكل صورة فوتوغرافية يعقبها وصف مختصر يشرح محتواها، وهذا النوع من النشر يكون فعالا بشكل خاص في حالة عرض منتج جديد أو منتج مطور بمميزات مرئية واضحة. المؤتمر الصحفي هو عبارة عن اجتماع يتم الدعوة إليه للإعلان عن أحداث إخبارية رئيسية، وفيه يتم دعوة أكبر عدد من الإعلاميين المعنيين أو المهتمين بالموضوع، حيث يتم إمدادهم بمواد مكتوبة وصور وكافة المعلومات الخاصة بنشاط المنظمة. شكرا لحسن استماع حضراتكم، وكل الأمنيات الطيبة لكم وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.